موضوع السكر زي ما قلنا هنا أكثر من مرة في التاسعة بأن الدولة يعني مهتمية بيه بشكل كبير، لأنه طبعا كان في مشاكل وكان في احتكارات وكان في أشياء كثيرة جدا بتحدث، لكن الدولة الحقيقة اهتمت، وإحنا تابعنا هذا مع الدولة في أكثر من موقف. الآن خليني أقول لحضراتكم أنه أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، أصدرت يعني الخميس، قرارا جديدا بشأن وضع ضوابط التعامل بالبطاقات التموينية الذكية، والقرار الحقيقة لمواجهة أزمة السكر وتوفيره بأسعار مناسبة للمواطنين. القرار ده يعني بينص على إيه؟ القرار بينص بمنتهى البساطة أنه هيتم صرف كيلو سكر حر على البطاقة التموينية، يعني حضرتك هيبقى من حقك أنك تصرف كيلو سكر على البطاقة التموينية بالإضافة إلى قيمة الدعم اللي موجود المحدد على البطاقة التموينية اللي حضرتك بتصرف منها، واللي بيقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد موجودين في الأسرة، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية المخصصة لعدد 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد. طيب، وده كمان هيخليك يعني يخلي الناس يبقى فيها انضباط، ويدي للمواطنين كمان يعني فرصة انه ما يبقاش عندهم أزمة ابدا. مزيد من التفاصيل خليني اروح لدكتور احمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين. دكتور احمد، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني اشرح لنا كده ببساطة يعني هذا القرار من وزارة التموين، وفكرة انه كيلو سكر على البطاقة هيبقى الوضع عامل ازاي؟ الهدف الاساسي اللي بتشتغل عليه وزارة التموين في هذه الايام هو زيادة المعروض من سلعة السكر الحر داخل الاسواق، وده متمثل في اكتر من مصدر او قنوات توزيعية. اولا بدأنا بكل الشركات الصناعية من خلال اتحاد الصناعات المصرية، كافة السلاسل التجارية، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية، طبعا خطوط التعبئة ومصانع التعبئة اللي بتشتغل من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، بالإضافة إلى الشركات التجارية. أصدر معالي الوزير منذ بداية الأسبوع توجيه ل4 شركات بنجر تابعة لوزارة التموين، شركة الدلتا والفيوم والدقهلية والنوبارية، ترفع من الطاقات اللي خاصة بضخ السكر الحر في الأسواق لتصل إلى 8000 طن سكر في اليوم، وده هيوصلنا لمعدل 240 ألف طن سكر في الشهر، وده الاستهلاك الطبيعي لكل الجمهورية سواء التموين أو الحر. اللي أضفناه النهاردة هو خطوة أخرى جديدة بتساعد على زيادة المعروض من سلعة السكر داخل البطاقات التموينية. احنا عندنا في حدود 22 مليون بطاقة تموين، يعني 22 مليون أسرة فيها 63 مليون مستفيد من المواطنين من منظومة الدعم، بيصرفوا بالفعل سكر تمويني موجود على البطاقة سعره بيصل إلى 12 جنيه و60 قرش، والبطاقة ليها حتى 6 أكياس سكر و4 أزايز زيت، ده في التموين. ولكن سيادة الوزير وجه النهاردة أن كل بطاقة تموين من حقها اعتبارا من يوم 11/12 يعني يوم الاثنين القادم أن هي تصرف 1 كيلو سكر للبطاقة اللي فيها 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر للبطاقة اللي فيها 4 أفراد فأكثر بسعر 27 جنيه وهيتم السداد نقدي، وهنستخدم المنافذ التموينية اللي تابعة لوزارة التموين، ودول عددهم 40,000 منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، بتشمل كل بدالين التموين وكل فروع مشروع جمعيتي وكل المجمعات الاستهلاكية اللي بتصرف منها المواطنين السلع، علشان نزود لهم المعروض أكثر من سلعة السكر، وبالتالي بنوصل ليه الوفرة والإتاحة اللي هتؤدي إلى انضباط الأسواق وعودة الانتظام في الأسعار واستقرار سعر السكر مرة أخرى ليصل إلى كل المواطنين سواء في السلاسل التجارية أو في محلات السوبر ماركت أو الميني ماركت أو الأكشاك أو المنافذ التموينية، ويكون سعره يعني إذن كده إن شاء الله لا مش هيكون في أي أزمة، وهيبقى خلينا ناخد عنوان كبير بأن السكر متوفر خلاص، ومع كل الإجراءات اللي بناخدها إن شاء الله انفراجة كبيرة في سلعة السكر خلال الأيام القليلة القادمة. أكيد، ونتمنى كمان إنه أهالينا اللي بيصرفوا البطاقات التموينية بيصرفوا عليها السكر الأقل من 3 أفراد هيبقى عندهم كيلو، أكثر من 4 أفراد هيبقى معاهم 2 كيلو بسعر 27 ويسدد نقديا. مظبوط يا فندم؟
مظبوط كده زي ما حضرتك اشرت. نتمنى باذن الله ان شاء الله، هم مواطنينا سكر اصلا، فلازم السكر يروح لكل المواطنين المصريين اللي هم سكر. اشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد كمال، المتحدث باسم وزاره التموين.